السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. مجلس الوزراء الموريتاني يعقد اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط بين يدي التحضير للقمة العربية. وزيرة الشؤون الاجتماعية تقول إن الدعم الحكومي لشريحة المعاقين في موريتانيا وصل 85 مليون أوقية. مسابقة إقليمية بالعاصمة نواكشوط في حفظ وتجويد القرآن الكريم بمشاركة متسابقين من 6 دول إضافة لموريتانيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، ويأتي الاجتماع في سياق استعداد موريتانيا لاحتضان القمة العربية 27 المرتقبة في غضون 4 أسابيع، كما يأتي أياما بعد لقاء الرئيس بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والإعلان عن انتهاء ما بات يعرف بأزمة الشيوخ الذين كانوا يرفضون نقاش مشاريع قوانين الحكومة تنديدا بما قالوا إنها إساءات للمجلس صدرت من بعض وزراء الحكومة. قال والي ولاية نواكشوط الغربية ماحي والحامد إن المئات وفدوا يوم أمس إلى الحي الشعبي الواقع بالقرب من مستشفى والبعمات ودخلوا في مجابهة مع الأمن الذي قال إنه جاء بدافع المساعدة في ترحيل ملائم للأسر القاطنة بالحي ما تسبب في إصابة بعض عناصر الشرطة وحرق أحد الباصات. وقال والحامد الذي كان ضيف قناة الموريتانية إن السلطات المحلية كانت بصدد تنفيذ اتفاق مبرم بين السكان والملاك الأصليين للأراضي التي كانت معارة. هذا وكانت عناصر من الشرطة قد أطلقت قنابل مسيلة للدموع على العشرات من سكان الحي الشعبي الواقع بالقرب من مستشفى العيون المعروف شعبيا بمستشفى والبعمات. وتقول مصادر إن تدخل الشرطة جاء بعد رفض السكان الترحيل عن الساحة التي يسكنون بها وسط العاصمة نواكشوط من أجل تنفيذ بعض المخططات العمرانية. إلى شأن منفصل، حيث قال وزير العدل الموريتاني إبراهيم الدادة إن قطاع العدل يشهد ما سماها ثورة إيجابية مهمة، من بين تجلياتها أن معاوني وزير العدل قضاة أكفاء. وعبر الدادة خلال مثوله أمام نواب الجمعية الوطنية عن سعيه إلى وضع سياسة قضائية من أجل النهوض بالقطاع، مضيفا أن ذلك يعتبر مسؤولية مجتمعية. والقطاع فيه ثورة إيجابية مهمة، أولها أنه لأول مرة معاونين وزير العدل قضاة من أجزل اللي في القضاة حالا. علاش ذا الاختيار؟ إياك تخلق سياسة قضائية ويخلق أخذ عطاء، وأنا كوزير ما قد طقبط قرار وحدي ولا قد طقفرت مكتبي عن معاونيني ونقاش معاهم نقاش مهم به للهدف فيه نتلافى واللي نقدو نتلافى من الوضعية اللي فيها القطاع ونقوم به لمسؤوليتنا، مسؤوليتنا اتجاه البلد ومسؤوليتنا اتجاه القضاء بصفة عامة ومسؤوليتنا اتجاه الأولاد في المستقبل ومسؤوليتنا اتجاه المجتمع الموريتاني. وبالفعل قمنا بالكثير، يا غير لابد انه من 3 سنوات والله 4 فات الوزير ابراهيم ولداد داهم شء عن القطاع، والله مات له خالق اياك يثبت ويبان عن قام بعمل مهم بالنسبه للقطاع اللي ذا هو. قال النائب البرلماني عن الأغلبية محمد الببان إن القضاة يجدون حرجا كبيرا حينما يهتمون بتطبيق القانون، مضيفا أن السلطة القضائية لم ينص عليها الدستور الموريتاني إلا في مادتين عكس دساتير شبه المنطقة التي تنص فيها على السلطة القضائية 10 مواد.
وقال الببانة خلال مداخلة أمام الجمعية الوطنية إن صلاحيات وزير العدل في القانون تصل 14 صلاحية، كل واحدة منها كفيلة بتعريض القضاء لمستوى من الارتباك. لأن القضاة تصبح من يتلاوي يطبقوا القوانين يجد على أنهم لا يعودوا في حرج كبير، ومرجعيتهم القانون في النهاية، القانون اللي يعود اللي لا يخلق فيه هذا الاختلاط أو تداخل قد يحدث إرباك لدى من يطبق القانون، وفي النهاية قدامه لا أعلم يطبق القانون. مع الوزير في إطار أيضا هذه الاستقلالية، نختار نقول إعلان الدستور الموريتاني، رانا بعد سابق هذا الحوار المقبل راجعين على انه يعني يعود كيف الدساتير شبه المنطقه، على ان احنا نعرف السلطه القضائيه عندها لا مادتين تقريبا في الدستور، بينما الدول المحيطه بنا تزيد على 10 مواد. مع الوزير وزير العدل صلاحياته في هذه القوانين ذات الصله تزيد على 14 صلاحيه، وكل صلاحيه منها في اعتقاد الشخص انها كفيله بان تعرض استقلاليه القضاء إلى مستوى معين من الارتباك، أحرى أن يخرج أو أن يحدث تصرف خارج سياق هذه الصلاحيات المنصوص عليها بالقوانين. انتقدت النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل زينب بنت التقي القرارات الأخيرة التي تمخضت عن المجلس الأعلى للقضاء واصفة إياها بغير القانونية. وانتقدت بنت التقي خلال مداخلة أمام الجمعية الوطنية ما سمتها التحويلات التعسفية للقضاة والترقيات من لا يستحقون الترقية. ماني مستغربة إلين نسمع نواب محترمون من الأغلبية يتحدثوا عن قرارات اللي تمخضت عن مجلس الأعلى للقضاء، آخر مجلس الأعلى للقضاء زرناها هون الأسبوع الأول بعد 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 هذا المجلس، وقلنا عنها وكان واضح إنه عنها المديور بها هو عنها تكرس مجموعة من 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 الآليات تعود تسلط على القضاة إياك تعود يعود العدالة، اللي للأسف ما قد نتحدث عن هنا، نحن نتحدث عن منظومتنا في ظل هذا النظام. على كل حال نعرف عنهم دافعهم في يجروها اليوم وهي عاتلها الشهرة، هو على أنها خطورة القرارات اللي انقبضت فيها ونضرب بها القانون بعرض الحائط، والنظام اللي سير هذه العملية أصلا ما وخرص له من الله اللي خرق شديد وسافر. من الطبيعي أعلن يجو زملائنا في الأغلبية يتحدثوا عنها اليوم به اللي قرار خطير وفيه تعسف، ما الله قاعد يخرج شور دائرة الاستهتار بالمنظومة القضائية، وبالتالي تداعياتها دور تجعل لكم سيد الوزير الآن يجوهون دور تمتن عليكم تنثار لكم قضية ليك تحويلات المتعسفة لعدلة القضاة وذوك التجاوزات واللي في ترقيات البعض اللي ما فات عادي قد يراقب به. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة فاطمة حبيب إن دعم الحكومة لشريحة المعاقين في موريتانيا وصل هذا العام نحو 85 مليون أوقية. جاء تصريح فاطمة حبيب خلال تخليد موريتانيا ذكرى اليوم الوطني للمعاقين الذي يصادف 29 يونيو. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. 29 يونيو ذكرى اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا، وهي ذكرى يتم خلالها تنظيم ورشات نقاش حول أبرز التحديات التي تواجه هذه الشريحة، كما تقدم لهم خلالها بعض المساعدات. لا توجد إحصائيات رسمية في موريتانيا بشأن عدد المعاقين ولا أصناف الإعاقات في البلاد، وإن قدرتها بعض الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني بالآلاف. وتقول وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة إن الدعم الحكومي لشريحة المعاقين في موريتانيا وصل هذا العام نحو 85 مليون أوقية، كما تم اقتناء أزيد من 3000 من المعدات الفنية لصالح هذه الشريحة، وتخصيص نسبة 5% من الاكتتاب في الوظيفة العمومية لصالح حملة الشهادات من هذه الشريحة. غير أن حجم التحديات التي تواجه هذه الشريحة بمختلف فئاتها ومكوناتها كبيرة، يأتي في مقدمتها التعليم والصحة إضافة إلى الوضع الاجتماعي الذي يوصف بالهش. ويتضاعف العبء بالنسبة للمعوقين في الداخل الموريتاني، حيث تتراجع نسب الوعي وتنعدم الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة.
ورغم الجهد الرسمي الذي تقول الحكومة الموريتانية إنها تبذله والمجهود الأهلي للمجتمعات والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني، فإن واقع الشخص المعاق يظل واقعا صعبا يدفعه في بعض الأحيان إلى اللجوء للسؤال ومد اليد للآخرين. كما أن نظرة المجتمع إزاء شريحة المعاقين ورغم الحديث عن بعض التغير الذي أصابها، إلا أنها تظل تنظر بالكثير من الدونية والتشكيك في قدرات هؤلاء. أعلن بالعاصمة نواكشوط عن انطلاق مسابقة إقليمية في حفظ وتجويد القرآن الكريم، يشارك فيها متسابقون من 6 دول إضافة إلى موريتانيا البلد المضيف. وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد الله الداود إن المسابقة تبرز العناية بالقرآن وأهله والتشبث بأخلاق النبي الكريم الذي كان خلقه القرآن. نتابع. الإعلان عن انطلاق مسابقة إقليمية لحفظ وتجويد القرآن الكريم في موريتانيا بمشاركة متسابقين من 6 دول، من بينها 4 دول من المغرب العربي وهي موريتانيا المنظمة للمسابقة، والمغرب والجزائر وتونس، إضافة إلى متسابقين من غامبيا ومالي والسنغال. مسابقة تقول وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إنها مؤشر على الاهتمام الرسمي بالقرآن وأهله والتشبث بأخلاق النبي الكريم الذي كان خلقه القرآن. إنكم في هذه المناسبة السعيدة وفي هذه العشر المباركة من شهر القرآن الكريم لتجتمعون حول حدث قرآني متميز ينضاف إلى الإنجازات القرآنية الكبرى، وهو الإعلان عن جائزة رئيس الجمهورية الخاصة بحفظ كتاب الله تعالى وتجويده. هذه الجائزة الأولى من نوعها في تاريخ البلد والتي تبرز بجلاء العناية الأكيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بأهل القرآن، وذلك إيمانا منه بأن رقي المجتمع وسمو أخلاقه ورفعة شأنه مقاصد مرهونة بامتثال تعاليم هذا الكتاب الحكيم. ويتزامن تنظيم مسابقة إقليمية للقرآن الكريم في نواكشوط مع فوز متسابق موريتاني بالرتبة 7 في مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وقد اعتادت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة أن تحصد رتبا متقدمة في المسابقات الدولية للقرآن. أشكر الله عز وجل أولا وأخيرا، وكذلك أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي التي يعني فعلت لنا هذه المسابقة التي رشحت من قبلها لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. يعني كنت الحمد لله أمثل موريتانيا في جائزة دبي للقرآن الكريم وحصلت على المرتبة 7، وأشكر الوالدين وكل من ساهم في وصولي إلى هذه المرحلة إلى أن حفظت القرآن الكريم. فالقرآن وعلومه لا يزال مرتكزا أساسيا في المحاضر الموريتانية، ينهل من معينه الزاخر طلبة العلم الذين يتوافدون على هذه المحاضر من كل حدب وصوب. وقد عرفت موريتانيا منذ القدم بمحاضرها التي تدرس مختلف العلوم الشرعية، كما عرفت بعلمائها الذين جاب بعضهم مختلف البقاع حاملا لرسالة الإسلام السمحة. نظم في نواكشوط ملتقى لتقديم تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، شارك فيه بعض الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا، إضافة إلى فاعلين في مبادرة الشفافية وناشطين بالمجتمع المدني. ويقول المشاركون في الملتقى إن التقرير سيسهم في ترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في قطاعي البترول والمعادن. هذا النشاط يدخل في إطار برنامج اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، ويهدف إلى تقديم تقرير 2014، التقرير الخاص بالموائمة بين الأرقام والأحجام المبادلات التجارية في مجال الصناعات الاستخراجية. ويشكل هذا التقرير أهمية قصوى بالنسبة لموريتانيا، إذ أن عدم نشره في الأجال المحددة قد يقود إلى تعليق الدولة الموريتانية. لذا عمدت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية إلى نشر هذه التقارير حتى قبل الأجال المحددة من قبل السكرتارية الدولية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. لذا نحن اليوم نقوم بتقديم تقرير خاص بسنة 2014، وقريبا إن شاء الله سيتم تقديم أيضا تقرير خاص ب 2015، لذا تكون موريتانيا قد أكملت نشر جميع التقارير وقبل الأجال المحددة من قبل السكرتارية الدولية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.
نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط أول رسالة تخرج في سلك الماستر بالمالية الإسلامية. وتناقش الرسالة موضوع التأمين التكافلي ودوره في التنمية الاقتصادية بموريتانيا، ويشرف عليها بعض الأساتذة الباحثين في المجال الاقتصادي. أول رسالة تناقش ماستر في ماستر المالية الإسلامية في جامعة نواكشوط، ونعتبر هذا بالنسبة لنا حدثا كبيرا، أننا طالما انتظرنا أن تكون لجامعة نواكشوط مساهمة في تطوير المالية والتمويل الإسلامي، وقد قبلت مشكورة افتتاح هذه الشعبة المتعلقة بماستر المالية الإسلامية 2014، والآن نشرف اليوم على مناقشة أول رسالة في هذا الماستر، والدفعة الأولى من هذه الشعبة ستتخرج هذا العام. ومن خلال التكوين الأكاديمي لهذه الدفعة الذي يمزج بين الجانبين، الجانب الاقتصادي والمالي والجانب الشرعي، نعتقد أننا بإذن الله تعالى وفقنا في المساهمة في تخريج كفاءات وطنية لها القدرة على معالجة والتعامل مع القضايا المالية والاقتصادية والمصرفية من المنظور الاقتصادي والمالي. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها. مجلس الوزراء الموريتاني يعقد اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط بين يدي التحضير للقمة العربية. وزيرة الشؤون الاجتماعية تقول إن الدعم الحكومي لشريحة المعاقين في موريتانيا وصل 85 مليون أوقية. مسابقة إقليمية بالعاصمة نواكشوط في حفظ وتجويد القرآن الكريم بمشاركة متسابقين من 6 دول إضافة لموريتانيا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.